أهلا بكم. كورونا بمتحوراتها ماضية في حصد المزيد من الأرواح. اليوم توفي 72 شخصا بسبب مضاعفات الفيروس، بينما أحصيت أزيد من 12 ألف إصابة جديدة في رقم قياسي جديد. أكثر من 3600 من تلك الإصابات سجلت فقط بجهة الدار البيضاء ستات. في آخر تحديث للمعطيات المتعلقة بالوضع الوبائي، نقرأ أيضا نقل أكثر من 400 مصابة إلى أقسام الإنعاش والعناية المركزة. أرقام مفزعة، نتابع تفاصيلها في ورقة لمحمد بوبكر. عدد الإصابات بفيروس كورونا يدور بوتيرة متسارعة، فخلال 24 ساعة الماضية سجلت 12039 حالة إصابة جديدة في حصيلة قياسية. وجهة الدار البيضاء ستات ما تزال تتربع على قائمة أكثر الجهات تسجيلا لعدد الإصابات بأزيد من 3600 حالة، تليها جهة سوسمس ب 1700 حالة، فيما تم رصد أكثر من 1400 حالة على مستوى جهة مراكش أسفي. الفيروس التاجي أودى بحياة 72 شخصا، 25 منهم بجهة الدار البيضاء ستاتا، وأحد عشر حالة وفاة بجهة سوس ماسا. الحالة الخطيرة التي ترقد بأقسام الإنعاش والعناية المركزة بدورها تسير بوتيرة متسارعة، بعدما ارتفعت إلى 1472 حالة حرجة، 51 حالة منهم تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، فيما بلغ إجمالي الحالات تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي الزيادة من 8 حالة. وزارة الصحة كشفت كذلك عن تعافي أزيد من 7300 شخص، مؤكدة أن الالتزام بالتدابير الاحترازية يبقى الطريق الأمثل لعبور الأزمة بسلامة.